يقول حاتي يا هلا الحجة يا هلا متابعينا مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بكل خير وبركه. انطلاقاتنا مستمره لاول ايام هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد لنسخته الخامسه. متابعينا الكرام، ننطلق مع حضراتكم مع شوطنا الثاني عشر والمخصص لفئه القعدان المفاريد مع المسافه الا وهي 2 كيلومترات. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، ننطلق مع اول المراكز. هنا من يتواجد على اول المراكز في هذه اللحظات متابعينا الكرام، واضح بقياده عبد الله، بقياده عبد الله بن علي بن ربيع الرزق. متابعينا الكرام، بينما في ثاني المراكز وصلوا ابناء وادي الدواسر، من يقدمون لنا نايف جويا بن رويضان بن جويان الدوسري، من يقدم لنا نايف على اول المراكز. النقله الى ثالث المراكز الذي قير بدوره الى المركز الاول، وصل بن رويشد، من يقدم لنا النايف على اول المراكز مراكز بهذه الانطلاقه بهذا التسلل. متابعينا الكرام، انطلق بن رويشد، من يقدم لنا النايف عبد الله بن دخيل الله بن سلامه الجهني، لكن ثالث المراكز وثالث الواصلين، هنا الواصل في هذه اللحظات بن بريك سالم بن فهيد، بن بريك بن فهيد يقدم لنا حازم، من بدا بالتسلل، من بدا بالتسلل الى اول المراكز. ابناء الشحانيه يسيطرون في هذه اللحظات متابعينا الكرام، لكن السياف بقيادة سيف بن عامر بن صالح اليامي، من يقدم لنا سياف متابعينا الكرام. الوصول والقدوم أيضا، وصل ديدان متابعينا الكرام، من يقدم لنا محسن بن ذيب بن محسن الرزق، أبناء نجران وصلوا أبناء نجران، لكن من الواصل، من المتسلل في هذه اللحظات؟ وصل الرمز فالح بن باني بن مسفر الدوسري. أبناء الوادي يسيطرون في هذه اللحظات على أول المراكز، بينما في ثاني المراكز متابعينا الكرام أبناء نجران على مستوى ثاني وثالث المراكز. أب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. أبناء الوادي فهد بن قصاب بن جلم الدوسري يقدم لنا نجد ولا رمز، رمز ولا نجد. أبناء الوادي يتنافسون على المركز الأول ومركز الوصافة، النجد ولا النجد ولا رمز، رمز ولا نجد. النجد عبر، نجد عبر، عبر إلى النوماس، عبر إلى النوماس، لكن رمز، رمز عاد، رمز، رمز ونجد، نجد ورمز، رمز ونجد، رمز ونجد، رمز ونجد، رمز، رمز، رمز. من انتزع النوماس؟ من انتزع الانتصار؟ رمز، رمز هو البطل في هذه اللحظات بقيادة فالح بن نباني بن مسفر الحسن الدوسري. من انتزع نوماس في هذه الأمتار الأخيرة؟ بينما في ثاني المراكز والدخول الجماعي متابعينا الكرام، نجد السيد فهد بن قصاب بن جلهم الدوسري. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، كانت منافسة حتى الأمتار الأخيرة، حتى الأمتار الأخيرة بين أبناء وادي الدواسر الذين حضروا بكل قوة وبكل شراسة. متابعينا مشاهدينا الكرام، لحظات ونوافيكم بالتوقيت الزمني الذي حظى عليه الرمز الذي انتصر في آخر الأمتار. متابعينا الكرام، في هذه اللحظات لحظات الدخول الجماعي، لكن رمز من كان الواصل بالمركز الأول. متابعينا الكرام، 3 دقائق متابعينا الكرام، لحظات ونوافيكم بالتوقيت الزمني، 3 دقائق 14 ثانية و62 جزء من الثانية، وكان توقيت رمز في هذه اللحظات. بينما في ثاني المراكز كان وصول نجد المملوك لسيد فهد بن قصاب الدوسري، 3 دقائق 14 ثانية 72 جزء من الثانية. بينما في ثالث المراكز
وصل مغرور مع سيد طالب بن فهد بن طالب بن شريم. المري 3:15 و59 جزء من الثانية. رابع المراكز كان وصول جابر بن سالم بن جابر المري من قدم لنا الصداوي على رابع المراكز. خامس الأسماء متابعينا الكرام عديم للسيد حشر بن ظفر الهاجري. متابعينا الكرام التهاني والتبريكات لمالك رمز السيد فالح بن باني من بسفر الدوسري من قدم لنا الرمز الذي كانت منافسة قوية حتى آخر الأمتار. متابعينا الكرام التهاني والتبريكات لمالك رمز. متابعينا الكرام شوطنا القادم بصوت الزميل رايد بن محمد الضيوفي. ربي